ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المحلل والكاتب الصحفي السوري خليل المقداد. أهلا ومرحبا بك سيد خليل. بداية، الخبير الأممي ريتشارد جوان خبير الأمم المتحدة للشؤون الخارجية صرح أن الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الغربي ضد النظام سيسمح لواشنطن أو باريس بشأن عمل عسكري بسوريا، واصفا إياه بالفخ. برأيكم إلى أي مدى تتوافقون مع هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وتحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام. بداية، لا يمكن التعويل على أي ضربات أمريكية إلا في حال جاءت بسياق يعني يخدم أهداف وأجندات الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم نحن نشاهد أن هناك بداية حلف بدأ يتشكل، يعني حلف غربي مع بعض الدول العربية. لدينا تصريح ابن سلمان أيضا الذي يرغب بالمشاركة في أي ضربات توجه للنظام، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها طبعا لابد أن يكون حلف شمال الأطلسي. بالنسبة لروسيا، هي تدرك جيدا يعني أن مسألة توجيه ضربات لا يمكن أن تكون جادة، ولا يمكن أن تكون في إطار عملية إسقاط النظام، لأنه من يريد أن يسقط النظام يستطيع أن يوجه ضربات دون أن يعني يأخذ كل هذا الوقت. النظام طبعا يعني قام باستعداد لتجنب باستعداداته لتجنب الضربة، نقل الطائرات العسكرية، أخلى بعض المواقع، وبالتالي الضربات العسكرية إن حدثت لابد أن تكون باتجاه مواقع مؤثرة. مثلا لدينا مواقع تخصيب الأسلحة الكيميائية التابعة لحزب الله وإيران وروسيا، وهذه في القلمون الغربي، ولدينا في القلمون الشرقي أيضا. هناك مواقع لحزب الله يقوم فيها بصناعة، وبخبراء إيرانيين وروس يتعاونون، وحتى النظام قام بنقل باقي المخزون إلى هذه المواقع. وكلنا لاحظ وشاهد الصور التي كانت تبث إبان حصار وادي بردة لهذه المواقع التي يتم تجهيزها في القلمون الغربي بالقرب من الزبداني ومطايا. أنت أشرت سيد خليل إلى الحلف الجديد الذي يحصل ضد النظام في سوريا، لكن دعنا لا ننسى أن هنالك الكثير من الأحلاف التي تشكلت في المنطقة، يبدو أنها تتصارع فيما بينها ليس لصالح المنطقة بل لمصالحها الشخصية. إلى أي مدى تعولون على هذا الحلف الجديد؟ أنا شخصيا لا أعول على أي أحلاف. ربما تكون هذه الأطراف قد دخلت مرحلة الصراع العلني على تقاسم النفوذ والسلطة. علينا أن نضع حقيقة دامغة أمامنا عندما نتحدث عن هكذا أمور. الهدف والمخطط هو تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ ونقل الفوضى والنار إلى أبعاد أخرى، أبعاد جديدة، باتجاه تركيا، باتجاه الخليج العربي، باتجاه دول أخرى. لذلك نحن أمام مخطط خبيث لن يتوقف عند سوريا، وبالتالي قد نشهد صراع على حول هذا الأمر. يعني الولايات المتحدة الآن تستأثر بشرق وشمال شرق سوريا، تركيا تقريبا أمنت حدودها الجنوبية، روسيا مع النظام وإيران في الساحل، ودمشق والغوطة الشرقية تأمنت بخصوص الصفقات طبعا ما بين تركيا ومن جهة وروسيا من جهة أخرى. لذلك لا يمكن التعويل على هكذا أحلاف، لأنها أحلاف تتصارع وتحاول تأمين مصالحها، ولا يمكن أن نعول عليها كسوريين. سيد خليل، ترامب قال إنه سيتخذ قرارات حاسمة بشأن سوريا خلال فترة وجيزة، لكن بعد ما حصل اليوم في مجلس الأمن ورفع روسيا لحق النقض الفيتو مرة أخرى بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تتوقعون قرارات ترامب؟ يعني ترامب عندما يريد أن يضرب يستطيع أن يضرب، وترامب حصل على الموافقات اللازمة من الكونغرس ومن إدارته، واجتمع بضباطه، كبار الضباط العسكريين الأمريكان، وليس بحاجة لموافقة مجلس الأمن إذا أراد. لكن السؤال ليس هل سيضرب أم لا يضرب، إذا ضرب لماذا سيضرب؟ السؤال لماذا سيضرب؟ يعني هم لم يوقفوا النظام عن مجازره، لم يمنعوا سقوط الغوطة، لم يمنعوا سقوط حلب، لم يمنعوا أي من المجازر التي حصلت، والمجازر اليومية. بالأمس يعني كان هناك مجزرة في إدلب ذهب ضحيتها 25 مدني وأكثر من 75 جريح. يعني ما هو الفرق الآن بين صواريخ باليستية وبراميل وكيميائي وغير كيميائي؟ هناك أهداف وهناك أبعاد
علينا أن نعلم ما هي، لماذا الولايات المتحدة الآن، هل هي لامتصاص الغضب، هل هي لمزيد من التخدير، هل هي للضغط على روسيا مثلا وتركيا، هل هي لعملية سيد خليل، كسر عظام باتجاه ملفات؟ السؤال يلح علي لو سمحت لي. الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 على الرغم من قرارات مجلس الأمن أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، لكنها شنت حرب برئاسة حلف كبير. لكن اليوم الدلائل في سوريا تشير أن سوريا تستخدم هذا النوع من الأسلحة وهي أسلحة الدمار الشامل. لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية الآن عكس ما قامت به في عام 2003؟ لأن من كان يحكم العراق هم السنة، وأرادت إقصاء السنة وأرادت تدمير السنة وأرادت تدمير العراق عفوا وتسليمه لإيران كي تحفظ أمن إسرائيل. هؤلاء ينطلقون من انطلاقات أيديولوجية، منطلقات أيديولوجية تلمودية، يعجلون بقيامة المسيح، ظهور المسيح وهكذا، وأمن إسرائيل بخراب بابل والعراق وهكذا. طيب، هم يفعلون يعني اليوم الآن من يحكم سوريا هم الشيعة، والشيعة أو النصيرية هي أدوات بيد هؤلاء يستخدمونهم لإحداث أكبر قدر ممكن من المقتلة العظيمة للمنطقة التي تحضر. المقتلة لم تبدأ بعد، وما سيحدث سيجعل من ما يحدث في سوريا نزهة. طيب، بعد فشل مجلس الأمن في الموافقة على قرار بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية اليوم، كيف تتوقعون شكل السيناريو؟ طبعا السيناريو يتوقف على مدى التفاهمات التي حققتها الولايات المتحدة مثلا مع روسيا، هل هناك تفاهمات أم لا. يعني نحن نذكر عندما كان هناك وزير خارجية كيري، كان هناك تنسيق عالي جدا وكان يسوق لسياسات روسيا. لدينا الآن نحن أمام معضلة، ليست أمريكا روسيا، هناك معضلة ارتهان ترامب لبوتين لروسيا. لديهم على ما يبدو فضائح كثيرة باتجاه هذا الرجل أو مستمسكات عليه، ويستطيعون إثارتها في أي وقت. السؤال إلى أي مدى يستطيع ترامب الذهاب خلف أعضاء إدارته أو الدولة العميقة التي يعني تحاول الآن جميعها من الصقور أن تضرب طيب. إيران وأن تحكم سيد خليل، الشيوعي الروسي عفوا. بالأمس ضرب مطار التيفور من قبل طائرتين مجهولتين إلى الآن. روسيا تقول أنها صهيونيتين، السوريون يقولون أنها أسلحة أمريكية. أمريكا فندت هذا الأمر. ما الذي حصل، وهل ترجحون شن عمل عسكري في سوريا قريبا أم لا؟ يا سيدي الكريم، من نفذ الضربات هي طائرات إسرائيلية، وهذا تبادل أدوار. يعني مثلا إسرائيل تفعلها لأمريكا وأمريكا تفعل لإسرائيل وهكذا. إسرائيل حتى تقوم وتشارك بعمليات التحالف الدولي دون أن نشعر بالطائرات، هي تشارك باسم التحالف ولكن بشكل مخفي. لذلك السيناريو الآن يعني هل هناك، السؤال الآن هل تبلور فعلا حلف روسي تركي إيراني يستدعي إجهاضه من قبل حلف شمال الأطلسي وأمريكا أم لا؟ هل حانت لحظة رحيل الأسد أم لا؟ السؤال الآن علينا أن نعلم إلى أي مدى هم مستعدون للذهاب في هذه المواجهة. لا أعتقد أنه سيكون هناك مواجهة في القريب العاجل، لكن الصدام لابد وأن يحصل، لأن هناك خلاف على المصالح، هناك خلاف على الامتيازات، وهناك مخطط خبيث ربما يكون يجري الإعداد له لتوريد تركيا وجرها إلى مستنقع الحروب. الكاتب والمحلل الصحفي السوري خليل المقداد، كنت معنا من قطر، شكرا جزيلا لك.